السلام عليكم حبيباتي كيف كون ان شاء الله تكونوا بخير وسلامه يا رب معكم قناه يكس طلبات الوصفات الطبيعيه وللطبخ كذلك اليوم زي ما بتشوفوا بالفيديو جبت لكم اسهل طارطة بمكونات جد رائعة وبسيطة وبنفس الوقت بتطلع هيك اسفنجية وباردة صراحة روعة 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 يمكن انكم تحضروها باعياد الميلاد يمكن انكم تحضروها باي مناسبة بدكم ياها يعني بتجهزوها بوقت قصير جدا وما في اي تعب يعني بسرعة وبتطلع روعة 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 خلوكم معي لتتمة الفيديو لمعرفة مقادير وكيفية تحضير هاي وهلا حبيباتي راح نبلش بمقادير هاي الطرطة مكونات موجودة بأي بيت عندنا هون بيضتين بحرارة المطبخ إذا عندكم بيض بحجم كبير اعملوا بس بيضة واحدة عندي هون سبع ملاعق من السكر الخشن سبع ملاعق من زيت المائدة سبع ملاعق من الحليب السائل عندي كمان كيسين من بيكن باودر بحجم أو بوزن سبعة جرام يعني المجموع 14 غرام عندي هون كمان كيس من سكر بنكهة الفانيلا وعندي كمان سبع ملاعق من الدقيق الخاص بالحلويات خلوكم معي لتتمة هاي التارتة وهلا حبيباتي راح نبلش بتحضير الطبقة الأولى من من التارتة راح ناخذ البيضتين اللي عدنا عندي هون بيض أنا متوسط الحجم إذا عندكم بيض بحجم كبير اعملوا بس بيضة واحدة مباشرة راح نضيف المقادير الأخرى أو المكونات الأخرى عندي هون سبع ملاعق من السكر الخشن يعني كل شيء يعني مرة واحدة بالخلاط الكهربائي راح نضيف كمان كيس من الفانيلا حجم سب حجم عفوا سبعة فاصلة خمسة جرام أو وج... وزن سبعة فاصلة خمسة جرام مباشرة راح نضيفه على البيض اذا ما عندكم يعني سكر بنكهه الفانيلا فيكن تعوضوه بقشر الليمون عندي هون سبع ملاعق من الحليب السائل وعندي كمان هون سبع ملاعق من زيت المائده راح اخلط المكونات كلياتها بالخلاط الكهربائي لحد ما يصير الخليط مندمج منيح ومباشرة راح ضيفلهن لهم البيكنج باودر والدقيق الخالص هون راح بلش خلط المكونات لحد ما يندمجوا منيح يعني بحس ان المكونات صارت مندمجه منيح ومباشره راح ابقى اضيف لها الدقيق يعني دفعات يعني شوي بشوي مع البيكنج باودر طبعا صراحة طارطة بتيجي هيك كتير هشة وإسفنجية ومتشربة منيح من من الصوص بتيجي روعة 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 أكيد إذا جربتوها ما راح تستغنوا عنها خلوكم معي لتتمت هاي الطارطة وهون حبيباتي من بعد ما اندمج الخليط منيح بضيف له الدقيق والبيكنج باودر يعني هيك دفوعات انا هون راح اضيف بس ملعقتين او ثلاثه وبعدين راح اخذ البيكنج باودر بضيفها على الدقيق المتبقي زي ما بتشوفوا وراح ادمج البيكنج باودر مع الدقيق منيح بعدين بضيفها على الخليط بالخلاط الكهربائي وبدمج المكونات كلياتها مع بعض منيح ومباشرة بحطها بالقالب اللي راح حطه بالفرن، وهون حبيباتي من بعد ما دمجنا المكونات بالخلاط الكهربائي مباشرة بجيب قالب الحلوى اللي راح حطه بالفرن، بدهنه هيك بالزبدة النباتية أو بزيت المائدة، برشه بالدقيق ومباشرة بفرغ فيه الكيك. او الخليط تبع الكيك تبعنا بحطه بالفرن على درجة مية وسبعين مية وستين المدة اللي راح ينضج فيها الكيك تقريبا تلاتين دقيقة لخمسة وتلاتين دقيقة خلوكم معي لتتمة الفيديو وهون حبيباتي من بعد ما نضجت عدنا الكيك مباشرة لما خرجتها من الفرن لسه هي سخنة بسقيها بالسيروم اللي عندي انا هون عندي سيروم البرتقال اخذت عصير برتقالة مع ملعقة من السكر حبيبات مع كأس من المي او نصف كأس من المي وحطيتهم على نار متوسطة لحد هيك ما صار عندي سيروم البرتقال مباشرة لما بتخرج الكيك من الفرن لسه هي سخنة بسقيها بالسيروم هون ملاحظة لازم السيروم يكون بارد اذا كانت الكيك سخنه لازم السيروم يكون بارد او اذا كان السيروم سخن لازم الكيك تبرد يعني ما نحط سخن مع سخن اذا صبيتوا السيروم سخن على الكيك سخنه هيك راح تتعجن او هيك راح تصير مدقصه زي ما بنقول هون بالمغربي يعني ما بتطلع حلوه ما ما بتطلع هيك مفشفشه لازم الكيك لما تكون سخنه السيروم يكون بارد جدا عشان هيك الكيك تتفتح معكن ويصير من جوا تبع الكيك زي الاسفنج بتطلع هيك حلوة وهون حبيباتي من بعد ما سقينا الكيك بنحطها على جنب لحد ما تبرد تماما وننتقل للمرحلة الثانية انا عندي هون كريمة الخفق من النوع الجيد من النوع اللي انا بستعمل هلالة صراحة روعة في في التارتات وعندي هون ثلاثة بيرلي يعني ثلاثة ياغورت بيرلي بالسكر طبعا وعندي هون ملعقة ونصف من حليب نيدو اللي هو حليب بودرة وهون حبيباتي زي ما بتشوفوا انا عندي لتر من الكريمة تبعت الخفق الجيدة بس ما راح استعملها كلياتها انا هذا اللتر بستعمله مرتين يعني بكيكتين يعني او طارتين راح استعمل بس كأس كبير 300 ملل من كريمة الخفق راح احطها مباشرة بالخلاط الكهربائي وبضيف المكونات الاخرى وهون حبيباتي من بعد ما جهزنا الكريمة يعني خفقناها منيح بالخلاط الكهربائي وهون ملاحظة لازم الكريمة تكون باردة جدا 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 عشان عفوا تطلع معكم بسرعة مباشرة لما طلعت معنا الكريمة بضيف لها ثلاث علب من ياغورت بيرلي بالسكر هون ملاحظة يعني ما 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 شفتوني حطيت سكر وما ما راح حط سكر لأنه أصلا الكريمة يعني فيها سكر يعني ما أحتاج إني حط سكر والياغورت كمان يعني حلو فيه سكر يعني ما ما أحتاج بضيف ال الياغورت اللي عندي نوع بيرلي طبعا بالسكر زي ما قلت لكم عندي هون ثلاث علب فيكم تستعملوا بس علبتين بس انا هون حبيت استعمل ثلاث علب لانه النكهه تبعت البيرلي بحبها انها تكون طاغيه بالكريمه وهيك راح استمر بفرغ التفريغ عفوا ال الياغورت على الشكل هذا صراحة بيرلي بيعطي الكريمة نكهة رائعة ومذاق روعة مباشرة راح ضيف ملعقة ونصف من حليب بودرة اللي هو حليب نيدو فيكن انكم تستغنوا عنه يعني بس هاي اضافة من عندي انا عشان هيك الكريمة بتطلع مذاق وتعليكة يعني في نفس الوقت الحليب بودرة بيعطي الكريمة هيك تعليكة وقوام هيك تقيل جدا ومذاق طبعا وبخلط المكونات كمان بالخلاط الكهربائي لحد ما يندمجوا منيح وخلوكم معي لتتمة الطرطة ومباشرة حبيباتي لما هيك بردت الكيك تماما بفرغ عليها الكريمة تبعتي زي ما بتشوفوا هيك بفرغ الكريمة كلياتها وبحاول اني بسطها يعني منيح على سطح الكيك يعني بحاول اني احطها بشكل متساوي عشان ما يجي عندي هيك طبقه طالعه يعني ناحيه طالعه وجهه جهه طالعه وجهه نازله لازم اسوي الكريمه منيح على سطح الكيك ابسطها منيح ومباشره راح احطها بالثلاجه مده نصف ساعه ونرجع سوا وهلا حبيباتي لما وضعنا الكيك بالثلاجه عشان يبرد نص ساعه راح نجهز الطبقه الثانيه تتكون من ملعقتين ونصف من سكر حبيبات كيسين من فلون بالشوكولا ملعقه ونصف من حليب بودره اللي هو حليب نيدو وملعقه ونصف من كريم باتيسير فيكم تعوضوه بالنشا طبعا ومباشرة راح نضيف كاسة من المي زي ما بتشوفوا عشان نخلط المكونات منيح وراح ندمج المكونات منيح منيح يعني ما نسيب ولا فقاعة او كويرة هيك تحت لازم المكونات تندمج منيح ومباشرة بنحطها على نار متوسطة لحد ما يصير القوام تقيل جدا، ومباشرة راح نفرغها أو نفرغها على الكيك تبعنا، وهلا حبيباتي لما جهز الخليط تبعنا زي ما بتشوفوا لسه سخن، مباشرة راح ضيف عليه كاسة صغيرة. من الفول السوداني أو زي ما بنقول إحنا الكاوكاو، فيكن إنكن تضيفوا عليه أي مكسرات عندكن، صراحة بيجي رائع 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 وبيعطي للطرطة هيك قرمشة من جوا زي ما بتشوفوا، راح ضيف الكاسة الصغيرة من الفول السوداني، فيكن تضيفوا لوز أو جوز أو أي شيء وبخلط المكونات وبسيبها لحد ما تبرد يعني ما بضيف الخليط للكيك تبعي وهو سخن. بسيبه لحد ما يبرد ومباشره بضيفه على الكيك تبعي وهلا حبيباتي راح نضيف الخليط تبعي للكيك بعد ما خرجتو من الفرن بعد مرور نصف ساعه مباشرة حبيباتي لما فرغت الخليط تبع الفنوق على الكيك مباشرة راح أحطه بالتلاجة لمدة نصف ساعة كذلك عشان يبرد براحته وفي هاي الأثناء راح أجهز صوص شوكولا اللي بتتكون من كأسة صغيرة من الكاكاو المر كأسة صغيرة من الحليب بودرة اللي هو حليب نيدو كأسة صغيرة من سكر حبيبات وكأسة صغيرة من الحليب السائل وربع كاسة صغيرة من زيت المائدة أو, أو إذا عندكم الزبدة النباتية اعملوا هيك ملعقة كبيرة من الزبدة النباتية بيكون أفضل بنخلط المكونات مع بعض جيدا بحطه على نار متوسطة لحد ما يكون هيك القوام تبعه تقيل شوي ومباشرة راح خرج الكيك أو الطارطة تبعنا من التلاجة وراح فرغ عليها الصوص شوكولا من فوق وبدخلها كمان للتلاجة مدة ساعة لساعتين وهيك الطرطه تبعنا راح تكون جاهزه خلوكم معي لتتمه الطرطة. وفي الاثناء حبيباتي لما جهز الصوص شوكولا زي ما بتشوفوا القوام تبعه مو ثقيل كتير ومو خفيف جدا مباشره لما خرجت الكيك او الطرطه تبعي من التلاجة يعني على الاقل على الاقل هيك لازم تبرد نصف ساعه اخرى مباشره راح افرغ عليها الصوص شوكولا يعني ما بصبه هيك وهو سخن بسيبه على جنب لحد ما يدفى او يبرد شوي ومباشره بفرغه على الطرطه تبعنا زي ما بتشوفوا ومباشره حبيباتي راح ادخلها للثلاجه كذلك يعني مده على الاقل من ساعة لساعة ونصف ومباشرة راح خرجها عشان زينها وقدمها بالصحة والعافية، وهون حبيباتي من بعد ما مرت على الطارطة ساعة ونصف بالثلاجة، خرجتها وعملت هيك تزين على ذوقي هيك بس خطوط بيضاء على الطرط ومن الجوانب، بطبيعة الحال التزين بيبقى على اختياركم وعلى مزاجكم. والله تحفة والله شي فاخر على الآخر طرطة باردة هيك وبي ب... ذوب في الفم صراحة أكيد إذا است... عملتوها أو إذا طبقتوها ما راح تستغنوا عنها وراح تصير الطرطة المعتمدة عندكم تيجي هيك باردة وزي الإسفنج متشربة كتير من, ال... من الصوص ومن السيروم اللي كنت سقيتها من قبل صراحه روعه 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 بتمنى اكيد حبيباتي انكم تطبقوها وتخلوا لي تعليقاتكم تحت عشان اشوف كيف اجت معكم التارتة وكيف طبقتوها بتمنى حبيباتي انه طرطه اليوم نالت اعجابكم ونالت رضاكم وان شاء الله في طرطات اخرى متنوعه اكيد راح احطها بالقناه اذا عجبتكم التارطة لا تنسوا تخلوا لي هيك تعليق حلوه زيكم تحت وتشتركوا بالقناه وتشاركوا هاي التارطة مع اصحابكم احبابكم عشان توصل لاكثر عدد ممكن وشو بدي اقول صحه وعافيه والى طبق اخر باذن الله في امان الله ورعايته